نتعزى بالرب ونستمتع يملانا بركة وقولوا أمين. وفي كل يوم راح هنا نتجمع ومعانا أحلى المرنمين. نتعزى بالرب ونستمتع يملانا بركة وقولوا أمين. وفي كل يوم راح هنا نتجمع ومعانا أحلى المرنمين. نتعزى بالرب العمدة فالح راجل أصيل على طول يصلي باستمرار ويجمع أهل البلد يماتي يقعد يرنم في الدوار. العمدة فالح راجل أصيل على طول يصلي باستمرار ويجمع أهل البلد يماتي يقعد يرنم. أحبائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة ودوار العمدة. النهاردة منورني في الدوار حبيبي وصديقي الجميل مرنم المنيا الغالي على قلبي أخويا عماد فايز. أهلا بيك يا رجل الله. أهلا بيك يا عمدة، نورت الدوار. ده نورك صدقني. صدقني أنت بركة، ومنين ما بتتحرك الله بيعرف يأيدك بالمسحة والبركة، وبصلي لك من مجد المجد. الله يباركك يا عمدة، أنا متشرف بيك جدا. حلقتنا النهاردة بعنوان فرحان بيسوع. فرحان بيسوع مش عشان الظروف قدامي حلوة، فرحان بيسوع مش عشان الأرض مفروشة قدامي ورد، لكن فرحان بيسوع لأن هو مصدر فرحنا. جينا النهاردة نعلن أن يسوع في وسطينا، ومكتوب كده فرح التلاميذ إذ رأوا الرب. الرب يكون موجود يهرب أمامه الحزن والتنهد. يقول كده الكتاب في سفر أشعياء أصحاح 51 عدد 11: ومفدي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بالترنم. ومفدي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بالترنم، وعلى رؤوسهم يا أخوي عماد فرح. هللويا. وعلى رؤوسهم فرح أبدي، ابتهاج وفرح يدركانهم، يهرب الحزن والتنهد. تعال النهاردة في بداية ترنيماتنا نقول وهنعلن فرحنا وليك نرفع تسبحنا. تعالوا النهاردة نعلن أن وجود يسوع في وسطينا هو مصدر الفرح، الفرح اللي ما يقدرش يديه العالم أبدا، لكن هو واحد اللي يقدر يدي السعادة والفرح اللي يطول للأبد. هاللويا. يلا ننشد هربة مهنة الأحزان. إبليس ملوش مكان. إبليس ملوش مكان. هربت منا الأحزان، إبليس ملوش مكان.
كل قوى الظلمة وهنا على الفرح اللي بنرفع تسبحنا وهنا على الفرح اللي بنرفع تسبحنا برأس وهدفان تسبح وأغنيان برأس وهدفان تسبح وأغنيان وهنا على الفرح لمس أحلى ومالك وهنا على الفرح لمس أحلى ومالك الشياطين هنفك المقصورين نرعب الشياطين على كل قوى الجحيم يا ساعطة للغل على كل قوى الجحيم يا ساعطة للغل ما وهن على الفرح بمالكنا وهن على الفرح لك نرفع تسبحنا برأس وهدفان تسبح وأغنيان رأس وهدفان تسبح وأغنيات وهنا على الفرح لما سحلى وبالكنا وهنا على الفرح لما سحلى وبالكنا هاليلويا. يباركك الرب يا رجل الله. الفرق بين فرح الرب وفرح العالم إن فرح الرب إلى ما لا نهاية. فرح العالم يبدأ من بره لجوه، من الخارج للداخل. فرحان عشان الظروف حلوة، فرحان عشان ابني نجح وعشان بنتي اتجوزت وعشان لقيت الوظيفة اللي مدور عليها وعشان الحال متيسر. لكن مجرد ان اي حاجة من دول تحصل ينزل على طول 180 درجة ويسود الحزن المكان. لكن فرح الرب الداخلي فرحان رغم الظروف، فرحان رغم المتاعب. يقدر يغني مع حبقوق يقول فمع أنه لا يظهر التين ولا يكون حمل في القروم يكذب عمل الزيتون والحقول لا تصنع ثمار. لكن كل ده عايز تقول كل ده يا حبقوق تقول ايه؟ يقول فإني أبتهج وأفرح بإله خلاصي الرب السيد قوتي. أصل الفرح اللي طالع من جوه لبره من النبع، لأن يسوع هو مصدر الفرح الحقيقي. وكمان نفتكر ان تاني موهبة من مواهب الروح القدس وتاني صفة من صفات الروح القدس هي الفرح. الفرح اللي الروح القدس اللي بيسكن جوانا بيقدر يمدك طول الوقت بالفرح، فتبقى فرحان. فرحان رغم كل اللي قدامك ما يقولش ان انت تفرح، لكن فرحان. تعالوا في الترنيمة الجاية نقول رافع راية بالاناشيد راسم فرحي على الأوتار. قول يا رجل الله قول هللويا. إبليس بيحاول دايما يسرق الفرح من المؤمن، عشان كده شجع كل مؤمن يفرح لأن فرح الرب هو قوته. ضمن مكانك في السماء من بعد ما تقال
دوس بعز يا نفس كمان. عايز اقول لك عزيزي المشاهد، ابليس مش عايزك فرحان ابدا، ابليس بيزعل جدا لما يشوفك فرحان، وانت كمان بتساعد ابليس انه يخليك طول الوقت مش فرحان. بتزعل ابليس من خلال الشك، شكك في محبة الله، شكك في خلاص الله ليك، شكك في احسان الله ليك. مش بس كده، بالخطية انت بتقدر تكون عايش طول الوقت منفصل عن الله. شركة مع الله معناها الفرح الابدي، لان هو مصدر الفرح الحقيقي. الله النهاردة فارد ايده ليك، يقول لك تعالى اتمتع معايا بالفرح الحقيقي. تعالى النهاردة خليك في شركة حقيقية مع ربنا طول الوقت، تقدر بيها تفرح طول الوقت. عايز اقول لك ان في سبب اساسي لعدم الفرح، وهو الجهل بوعود الله. عايز اقول لك ان كل مؤمن حقيقي في المسيح الرب مضيله شيك على بياض، يفرح زي ما يفرح، يتعزى زي ما يتعزى، ليه كل الفرح والابتهاج. ويقول الكتاب كده في سفر اشعياء واصحاح 61، فرحا افرح بالرب، فرحا افرح بالرب، تبتهج نفسي بالله، لانه قد البسني ثياب الخلاص، كساني رداء البر، مثل عريس يتزين بعمامه، ومثل عروس تتزين بحليها. عايز اقول لك الله النهارده مديلك بنك مفتوح، تسحب منه كل الفرح وما يخلصش، تعيش معنا السلام الحقيقي والفرح الحقيقي مهما ابليس حاول يزرع جواك الحزن. تعالى النهارده قول له انا بتحد باله كل الفرح اللي قدامه يهرب كل حزن وتنهد. تعالوا في الترنيمه الجايه مع اخويا المرنم الجميل اخويا عماد نقول هات العود هنرنم ليه. تعالوا نفرح ونتعزى بالرب. هللويا. Oh, hey.
هنرنم ليه واحنا هناك في السماء حواليه. الرب النهارده بيقول لك اوعى تدي فرصه لابليس ان يحط جواك الشك، لكن تعالى النهارده زي ما في خطوات بتوديك لطريق عدم الفرح، عايز ابشرك النهارده في برضه خطوات اساسيه تقدر تقودك لطريق الفرح. اول حاجه هي التوبه اللي يقول عنها داود النبي: رد لي بهجت خلاصك وبروح منتدبه اعضدني. مش بس كده، كلمه الله لما تدي فرصه انك تمارس انك تقرا كلمه الله يوميا وباستمرار، يقول كده كتاب: وجد كلامك فاكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجه قلبي. مش بس كده، الروح القدس لما هيعيش جواك ويسكن هيقدر ثمار الروح القدس تبان فيك ومنها الفرح. تعال النهارده قول يا رب انا مصدق في وعدك. عنصر الايمان عنصر مهم جدا يخليك دايما حافظ وعود الله قدامك. تعال النهارده نقول لينا حق نقوم نرنم لك، لينا حق اليوم نشهد عنك، ومين احق منك نقوم نرنم له، ولينا حق اليوم نرنم لك. هللويا. ارمي الحمل من فوق اكتافك. امين امين. هو اللي شايل. ما بشيلش يوم الهم ولا بنحنيش خالص، رايق قوي مبسوط فرحان كبير خالص. ايوه يا ابويا، وعصارك تذكر كده.
بكرر كلامي ليك عزيزي المشاهد، الله النهارده فاتح ايده ليك بيقول لك اذا كان الوقت اللي فات ابليس سرق منك الفرح، سلب منك الفرح، النهارده بيقدم الرب دعوه حقيقيه، دعوه للفرح، تعالوا لان العرس قد اعد، تعالوا النهارده نفرح مع بعض، تعالوا نفرح بوجود الرب وسطينا، تعالى اعلنها في وش ابليس، قول له انا مش هعيش في الحزن تاني، مش هعيش في التعب تاني، في الظروف تاني، في النكد تاني، لكن انا هعيش فرحان بالرب. الوقت اللي جاي اخويا عماد هيصلي بينا لاجل كل نفس بتمر في زمن صعب، بتمر في ظروف صعبه، الله يطلق في وسطيهم روح فرح عظيم. امين. انا بعظمك رب لانك الهنا الصالح الرائع الحلو اللي جيت واهتميت بامر رجلنا، وكان في صليبك مش بس بتشيل خطايانا لكن يتنبأ عنك بالروح القدس اشعياء، احزاننا حملتها، اوجاعنا تحملتها، اباركك لان دعوتك لكل حد من اولادك المؤمنين يعيشوا فرح وما ينزعش فرحنا من ابليس ابدا، ساعدنا نغتنم الفرصه دي، ساعدنا نقدر ونعرف ان حقنا فيك نفرح زي ما اتكتب عن التلاميذ فرح التلاميذ إزراء الرب، مصدر فرحتنا هو شخصك، مصدر فرحتنا ان احنا بنتكل عليك حتى في وسط ألمنا وحتى في وسط مشاكلنا، نباركك لانك مصدر افراحنا ومصدر تعزياتنا. بصلي من قلبي في اسم الرب يسوع المسيح الايام اللي جايه الكنيسه تفرح، الايام الجايه الكنيسه تعرف حقها فيك وتفرح وتطرح عنها كل حزن وكل تنكد وتعيش الحق ده اللي لينا في شخصك يا رب. اصلي لاجل كل اسره مجربه وكل شخص مجرب، شيل كل احزان واديهم تعزيات خاصه من في قلوبهم في اسم الرب يسوع المسيح، ادينا نعيش الفرح الحقيقي اللي لينا في شخصك. ابانا اشكرك لانك بتسمع لينا تستجيب ليك الكرامه وكل المجد. امين. اشجعك عزيزي المشاهد الزك في كلمه الله، الهج في كلام الرب، ادي فرصه للروح القدس يسكن جواك، ساعتها هتعيش الفرح الحقيقي مع يسوع. والى اللقاء قريب احبائي ودوار العمده. بالرب ونستمتع يملانا بركة وقول أمين. أصيل على طول يصلي باستمرار ويجمع أهل البلد يماتي يقعد يرنم في الدوار إلى عمدة.